صباح الخير. اليوم بفقرتنا للتغذية راح نحكي عن وجبة خفيفة كتير لذيذة بحبها الكبار والصغار اللي هي البشار. راح نحكي عن فوائد الغذائية وأكيد القيمة الغذائية الموجودة فيه. كتير في ناس بيحبوا ياخدوا سناكس خلال بالليل وهم عم بيحضروا فيلم أو خلال النهار أو لما نطلع على السينما. نختار مرات كتير سناكس مش صحية زي التشيبس. مشكلة التشيبس إنه عالي جداً بالسعرات الحرارية، وكمان التشيبس والبطاطا المقلية تعتبر من العناصر الغذائية أو المواد الغذائية بسبب تحضيرها بالزيت العميق، وبصير عنا كمية النشويات مع البروتين مع الحرارة العالية. ممكن تتكون مادة اسمها الأكريلاميد واللي هي نسبتها عالية جداً بتكون بالتشيبس والبطاطا المقلية، واللي وجد بعدة أبحاث ودراسات إنها ممكن تأذي الصحة ويكون عندها مخاطر تأثر على الذاكرة وعلى الدماغ. فعشان هيك وعشان صحة أطفالنا ممكن إحنا ناخد بدل التشيبس والبطاطا المقلية، بدل ما ناخد هدول السناكس ممكن نختار البشار. بالنسبة للبشار يعتبر وجبة خفيفة قليلة جدا بالسعرات الحرارية، بس بيعتمد على طريقة تحضيرها. عندنا 3 أكواب من البشار، يعني كمية أكتر من هاي، فيها فقط 80 سعرة حرارية. وكمان البشار غني جدا بالألياف، هو مصدر للنشويات ولكن يعتبر غني بالألياف الموجودة فيه، الألياف الذائبة. كمان فيه نسبة من الألياف الغير ذائبة اللي كمان تعطي شعور بالشبع ومفيدة لمرضى السكري. فحتى مرضى السكري إذا أخذوا كميات بسيطة من البشار ما يخافوا منها وما يخافوا من ارتفاع نسبة السكر في الدم. بس عندنا هاي المشكلة بالبشار، عادة إذا بنحضره بطرق تانية ممكن يتحول من وجبة خفيفة قليلة جدا بالسعرات الحرارية وترتفع أكيد كمية الدهون والسعرات الحرارية. كيف إذا بنحضر البشار بطرق تانية؟ مثلا عندنا هون هاي الصورة بتورجي عندنا مقارنة ما بين البشار العادي وبشار محضر بالجبنة. ما في مشكلة إنه نضيف جبنة، ولكن بدنا ننتبه إنه هون ما بنقدر ناكل كمية كبيرة أو نعتبرها سناك خفيف وناكل منها قد ما بدنا. عندنا كوب من البشار العادي فيه فقط 30 سعرة حرارية، بنحكي على زبدية صغيرة، فيه أقل من 1 جرام من الدهون، وفيه تقريباً 1.2 1.5 يعني جرام من الألياف. 3 أكواب اللي هي حصة واحدة فيها 3 جرام من الألياف. أما الكوب البشار بالجبنة 58 سعرة حرارية، 3.5 جرام من الدهون، هذا طبعا بالكوب. إذا أخذت أنت 3 أكواب كمية أكثر رح تاخذ كميات دهون أعلى، وكمان في عندنا نفس كمية الألياف. فهون صفت هاي السناك أو هالوجبة الخفيفة القليلة، زدنا كمية الدهون بس بإضافات صغيرة زي لما ضفنا الجبنة. هلأ في أنواع بشار تاني اللي بناكله بالسينما، وهون المشكلة الأكبر، لأنه إحنا بنكون ما بدنا ناكل، ما بدنا نتعشى، بنتعشى بنقوم نحضر فيلم وناخد شوي من البشار. نختار البشار اللي بالكراميل. البشار بالكراميل مضاف عليه كراميل اللي هو سكر، بكون طبعا مدوب، فعشان هيك طعمه كراميل ولونه، وكتير في ناس بحبوه، ولكن هالوجبة عالية جدا بالسعرات الحرارية. عندنا كوب 3 أكواب من البشار بالكراميل فيه 400 سعرة حرارية، وهون كمية كتير كبيرة، زي كأنه ماكلين وجبة برجر، أو ماكلين كمية كبيرة من البطاطا المقلية، أو ماكلين صحن من الطبيخ. فهون حولنا سناك صحي ولكن رفعنا السعرات الحرارية. فيه 400 سعرة حرارية وفيه 51 جرام من السكر، ما يعادل 10 معالق من السكر. فهون تحولت من وجبة خفيفة قليلة بالسعرات لوجبة عالية جدا بالسعرات والدهون. فعشان هيك إذا بدنا ناخذ البشار كوجبة خفيفة بنحضره بكمية زيت قليلة، أو في الماكينة اللي بتحضر بالكهرباء بدون زيت، هاي كمان السعرات فيها أقل وأقل. أو نختار البشار ممكن اللي ممكن نحضره بالمايكرويف بدون كمية زيوت مختلفة. وإذا بدنا ناخذ أنواع البشار الثانية، إذا كان بالكراميل أو بالحلو أو بالجبنة، بدنا ننتبه للكمية اللي إحنا بنتناولها عشان ما نزيد السعرات وما نزيد كمية السكر والدهون المتناولة. هيك اليوم حكينا عن البشار، حطينا فرق وورجينا الفرق بالسعرات الحرارية بين أنواع البشار، وأكيد بلاقيكم بفقرة جديدة من فقرات التغذية ومعلومات جديدة.